قيادة أحمد بن سلطان بن رشيد من يأتي على الصدارة، وعلى المقدمة المركزي الثاني هملول، ثم الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم قيادة خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، وعلى المركز الثالث والتسلل هنا من مشاغب لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع خليفة بن سلطان بن رشيد مليح ياتينا هنا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع سعيد بن سالم لينيبي في تضميره. وصل هنا المختبر، وصل المختبر من هجن زعبيل هنا من قدم هملولة بهذا الأداء الجميل بأفضل توقيت زمني في هذا الصباح. هجن زعبيل التابعة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المتألق راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. المركز السادس يأتينا هنا أم صيحان لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد بن سعيد المكتوم مع أحد شباب ند الشبه غانم بن مصر بن القوبع المنصوري في تضميره، من ينطلق هنا على المركز السادس وسابع المراكز. هناك لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد هملول مع محمد بن سعيد بن بروك الحميري من يأتي بهذه الانطلاقة. وهناك ايضا غازي لسمو الشيخ محمد بن خليفه بن سيف بن محمد ال نجان علي بن سعيد بن مبارك الوهيبي في تضميره، من ينطلق ثامنا بالتحديات والاثاره العاصفه وهجنها قادمه هنا بهذا الاداء المميز الجميل مع شاهين، وتاسعا كذلك شاهين نجن العاصفة بقيادة غجاث الهلالي. وعلى المركز العاشر ياتي زعفران ثم الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع حمد بن علي العويسي في التضميرة، من ينطلق على في هذا الأداء الجميل. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى المركز الأول، نعود إلى المختبر. من انطلق إلى الصدارة انطلق إلى المقدمة وإلى المركز الأول، سيطر على زمام الأمور، هو على الصدارة. المختبر من هجن زعبيل بقيادة المتألق راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد، بينما مليح من يأتي على المركز الثاني ثم الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة أحد شباب المرموم سعيد بن سالم لينيبي، من يأتينا على المركز الثاني. وعلى المركز الثالث هناك مشاغب ثم الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي عاشق السلالة الشاهينية، ينطلق على المركز الثالث. والمركز الرابع غازي ثم الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة هنا الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد، وخامس المراكز هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد مع محمد بن سعيد بن مبروك الحميري، من ينطلق على المركز الخامس وسادس مراكزنا. المركز السادس ياتينا هملول لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة خليفة بن سلطان بن رشيد، ولكن العاصفة وهجنها مع شاهين وشاهين القادمات في هذه اللحظات تسللا في المركزين السادس والسابع مع غياث الهلالي. المركز الثامن القادم العابر من هجن الرئاسة بقيادة الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد لخيلي مع الكيلو متر الأخير. وأعود إلى الصدارة، أعود إلى المختبر، سلالة المختبر هنا يأتي في هذا الأداء، تاج المختبر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. المختبر من يسيطر على زمام الأمور لهجن الزعبيل التابعة سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المتألق راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد، يبغي النقطة الثانية هناك مع هملولة صاحبة التوقيت الأفضل في هذا الصباح المميز، 6 دقائق 8 ثواني 8 من الأجزاء من الثانية توقيتها الزمني في هو المختبر على الصدارة. هو المختبر ينطلق على الصدارة، سلالة غازي وانتاج المختبر على الصدارة على المقدمة على المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور من هجن زعبيل هنا بقيادة راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد، وشاهين القادم من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. ولكن تهانينا، تهانينا للمرة الثانية لهجن زعبيل ومالكها سمو الشيخ
مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. شكرا بوسعيد على هذا الأداء المميز. كذلك الشكر لبوسعيد الآخر راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد على هذا الأداء الجميل ولحظة الوصول إلى خط النهاية المركز الثاني. وصل هنا أيضا في هذه اللحظات مشاغب بسم الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. هناك شاهين من هجن العاصفة المركز الرابع وصل هملول لمعالي الشيخ محمد بن مطيع الحامد. والعابر في المركز الخامس من هجن الرئاسة بهذه الانطلاقة. سادسا مليح لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. ونعود إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول هنا المختبر سلالة غازي وإنتاج المختبر إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس. هنا أيضا بتوقيت زمني مقداره 6 دقائق 13 ثانية 3 من الأجزاء من الثانية الثانية لهجن الزعبيل. والتهنئة لراشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. بينما المركز الثاني واللحظات الأخيرة هنا والتسلل من مشاغب لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع عاشق السلاله الشاهنيه خليفه بن سلطان بن رشيد. 6 دقائق 17 ثانية جزئين من الثانيه توقيت الزمني. شاهين من اتى على المركز الثالث من هجن العاصفه بقياده غياث الهلالي قاطعا المسافه في فتره زمنيه مقدار 6 دقائق 17 ثانية 3 من الأجزاء من الثانيه هو التوقيت الزمني. نتابع التحديات نتابع الإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام ونسير هنا مع شوطنا 12 في مجموع الأشواط شوطنا 12.